في غفير من قدام الباب. طبعا خبط فتحهم من فيه. طلع فوق على اساس هم شرطه جايين يدوروا في الجوازات بتاعت الناس. طلعوا في الدور الاول، طبعا في كلام اوضاع اليمين واوضاع الشمال جماعه مسلمين. سالوه انتم مسلمين ولا مسيحيين؟ قال لهم احنا مسيحيين مسلمين. ماشي؟ طب صلوا الشهاده قدام. قال لهم تمام سيد سيبوهم مشي. عدوا الاوضه اللي هي بتاعت الشهيد نادي وفاو هاني وطلع. تمام؟ دخلوا الاوضه مسلمين ولا مسيحيين؟ قال لهم مسيحيين. طبعا قال دور على السلبان اللي فيهم، في ناس ما في ده ما فيهاش سلبان، قال دور في الجوازات، كل اللي يبقوا في الجواز بتاعه الديانة المسيحي يكونوا على جنب. تمام؟ جمعوا دخلوا الأوضة اثنين، أوضة بعدها تاني فيها جماعة مسيحيين مسلمين، الأوضة اللي بعد منها على طول مسلمين ولا مسيحيين؟ كل المسلمين. طلبوا منهم الشاي، صلوا قدام وسابوه. هيسألوك هنا الظهر كم ركعة؟ العصر كم ركعة؟ القصة دي. طبعا راحوا لأوضة الشهيد أدوار وأيوب وسامح نفس الطريقة عشان مسيحيين يوصلوا. طبعا طلعوا فوق دوروا، كنا احنا الأوضة بتاعتنا شفناه وكتمنا الصوت وقعدنا في الأوضة. طلعوا فوق شافوا من ضمن واحد أخو الشهيد اللي هو عنتر ماشي بيدهم على الصليب، شافوه فتحوا ايد من الوش على الصليب لسه. بعد كده عملوا ايه مع الناس اللي خلوها ركنت على جنب؟ اللي سابوها ما حدش كلمها. طب وخدوا السبعه دول؟ خدوا السبعه المسيحيين. تمام. ما تعرفوش بعد كده خدوهم راحوا فين؟ لا ما تعرفوش. هل كان وشهم مكشوف ولا كانوا ملسمين؟ لا ملسمين هم الثلاثه. قالوا احنا عايزين الجماعه النصارى اللي هنا. الجماعه في السكن دلوهم على الغرف اللي فيها النصارى. يعني الناس اللي في السكن اللي مش مسيحيين دلوهم عليكم. تمام. كل اللي يطلع انت مسيحي يشوفوا اليد اللي فيها الصليب ينزلوا على السياره. تمام. نزلوا السبعه، كان في واحد تامن اخو ابو ابن طلعت الشهيد طلعت. لا نزل معاهم ولا ايه؟ ده ابوه قال له هات لي جاكيت من فوق. راح طلع فوق ودسفوا ما نزل لهمش تاني. هو قال له كده عشان يهرب منهم. طيب بعد ما اتاخدوا كده يعني اتحطوا في العربيات اللي انت بتقول عليها دي؟ اتحطوا في العربيات اللي بقول لك عليها وطلعوا مشي سواقة سوقوا فيها سواقة امريكان يقولوا عليها كده، مش سواقة ناس شرطة وناس محترمة، لا سواقة ناس جاية ما هو ناس عاوزة تهرب بالناس عاوزة تهرب.